ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله. ايه وان تك وان؟ لما بنيجي عند المنجيات نقف عند التوكل، الواحد قلبه بيرتاح لانه بيحس ان احنا دخلنا بقى على العلاج بتاع المرض الصعب اللي اتكلمنا عنه، اللي اسمه خوف الفقر، اللي بيخلي الانسان يحرص على المال ويبخل ويضيق صدره للانفاق. كل المعاني اللي عشنا معاها دي علاجها بقى الكلي ان احنا نتبحر في التوكل على الله، وهي من المنجيات. لازم الصبح وانا هم لازم برضه اتوكل على الله، مفيش كلام، وانا راجع برضه لازم اتوكل على الله، وانا نايم وانا صاحي لازم نتوكل على ربنا عشان نبقى كويسين في حياتنا. يعني هو انا هنزل ان شاء الله من بيتي، هروح مش عارف ايه، هدرس، هعمل، وكله على ربنا، وان شاء الله باذن الله. وكل الكلام ده لازم يتقال، مش شرط يتقال بس من جواك تبقى حاسه وعارف. اي واحد ما عندوش ايمان لازم ينسى التوكل على الله. التوكل على الله سبحانه وتعالى علماء التزكيه بيعرفوه أن تكل أمرك إلى الله، تثق في ربنا باللغة دلوقتي بتاعتنا. واحد يبقى واثق في وعد ربنا سبحانه وتعالى، مصدق، مطمئن جدا. إمام الغزالي مثلا رضي الله عنه يقول لك التوكل ده معرفة تثمر حال يثمر عمل. المعرفة دي هي المعنى بتاع اليقين اللي مر علينا كتير، أن أوقن أنه لا فاعل إلا الله، ودي اللي احنا المفروض نعيشها لما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي اللي بنعيشها لما نقرأ سورة هود في آخرها، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. دي المعرفة القلبية اللي بتبقى عند المتوكل. التوكل على الله شيء جميل جدا، بيريحني أنا شخصيا جدا نفسيا، وبيحسسني إن أنا محمي، إن أنا ماشي في الحياة وعندي غطاء بيحميني في أي موقف وحش أتعرض لي. بحس إن في جهة ما أقدر أرمي عليها همومي، أقدر أثق في إنها هي دي الجهة الوحيدة اللي هتقف جنبي وتسندني فعلا في محنتي. والناس في حكاية المعرفة دي درجات. أدنى درجة هي درجة إنه القلب عنده اعتقاد وإيمان قوي جازم بإنه لا فاعل إلا الله، بس مش شايفها بوضوح في الدنيا، مش شايفها حواليه، مش قادر يطبقها. مؤمن بيها تصديقه كامل، بس لما بتيجي المواقف بيتخطف غصب عنه، إيمانه في اللحظة دي مش بيسعفه الإسعاف الكافي لسه. الدرجة الأعلى منها إنه الإنسان يبقى عنده المعرفة دي، لا فاعل إلا الله، ويبتدي يشوف ارتباط السلسلة. فلما يبص يلاقي مثلا رئيسه في العمل اداله ظرف، يعرف إنه ربنا خلق رئيسه وهو اللي خلق له الفرصة دي سبحانه وتعالى، وعشان كده اشتغل هنا، ولولا الله ما كانش لقى الشغلانة، والرئيس ده أبوه ربنا اللي خلقه، أبوه ربنا اللي خلقه إلى أبونا آدم عليه السلام، وبعدين الأرض والسماء والكون، الله إلى الخالق من عدم سبحانه وتعالى، فيرى السلسلة، فيبقى عنده درجة أعلى بكتير من حد مش عارف يطبق اعتقاده أن لا فاعل إلا الله، فبيجي وقت الزنقة يتناقض مع إيمانه. مؤمن بذلك بس بيتعامل تعامل الخايف، ولا ده ارتقى. بس فكرة التوكل على الله دي يعني تشيل كل الحاجات كده وتروح ما حاططها في عنده بقى، عند الله. انا ما اعرفش هقدر اوصل ان انا اعمل كده ولا لا، اعرف ان انا مغرم بالفكره وعارف انها مقدسه وعظيمه، بس ما اعرفش انا اقدر عليها ولا لا. الدرجه الاعلى منها الثالثه بقى درجه عاليه قويه، ربنا يوعد الكل، انه ما يبقاش شايف اي حد تاني اصلا. لما بيجي الموضوع التوكل مش شايف اصلا السلسله، لا رئيسه ولا اي، مش محتاج يفكر نفسه، ده مستغرق في التوحيد.
لا فاعل إلا الله.